أصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث الماتع المفيد، حديث المقداد رضي الله تعالى لما شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فذهب ليشرب نصيبه من اللبن، وكان قد شربه المقداد رضي الله تعالى عنه. والآن المقداد يعني في صراع نفسي، كيف أشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن يدعو علي فأهلك وتذهب دنياي وأخراي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أنه سلم، فأتى إلى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. ذهب إلى مثل ما نقول إحنا الطاسة اللي يشرب فيها اللبن، طيب، وما وجد اللبن في مكانه، فرفع يديه ليدعو. قال مقداد الآن يدعو علي فخلاص هلكت، رحت فيها أنا، ذهبت دنياي وذهبت الآخرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، هذا هو الخسران المبين. كيف يدعو عليك النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه خسارة عظيمة. يقول فرفع رأسه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، قال الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. سبحان الله، هذا هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنت لو كنت في مكان النبي عليه الصلاة والسلام ستدعو على من شرب اللبن، طعامك وشرابك في آخر اليوم وتريد أن تشرب وفي شدة جوع لا تجده، تدعو على هذا الإنسان الذي شرب نصيبك. لكنه الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام رفع رأسه ودعا فقال اللهم أطعم من أطعمني، اللي يطعمني يا رب أطعمه، اللي يسقيني يا رب اسقه. الله أكبر، مباشرة المقداد شال الشملة مثل ما نقول إحنا اللحاف اللي عليه، وقام وذهب إلى لعنس وقال خلنا أذبح للنبي عليه الصلاة والسلام وأطبخ له واحدة من العنز. لماذا؟ قال حتى تنالني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هو دعا لمن يطعمه، فأنا أريد أن أطعم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى الأعنز، الأعنز قد احتلبوها، فمتى يعني يمتلئ الضرع؟ في الغد. لكنه ذهب بالليل أراد أن يذبح إحدى هذه الأعنز، واللي وجد الضرع ما شاء الله قد امتلأ. الله أكبر، وهذه من بركات النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله سبحانه وتعالى يعطيه العطايا والخصائص عليه الصلاة والسلام. فيقول أخذت الشفرة، يعني ذهب للشفرة يعني مثل السكين ليذبح هذه الأعنز أو إحدى هذه الأعنز. يقول فإذا هي حافلة، يعني الضرع قد امتلأ لبنا. يقول وإذا هن حفل كلهن، مو بس واحدة، لا كلهم، كلهم فيهم لبن. يقول فعمدته إلى الإناء، ترست الإناء مثل ما نقول إحنا الطاسة، ترست الطاسة زين عشان أطعم وأسقي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ أنا لما جبت له اللبن قال ها شربتهم اليوم؟ قلت يا رسول الله اشرب. يعني المقداد ما يريد أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد أن يخبره بما فعل. يا رسول الآن اشرب، أنت توك راجع البيت اشرب، لا تسأل عن هذا الأمر، وعليك أن تستمتع بهذا الشراب. وكأنه خاف أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل البارحة. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناوله، يعني ناول المقداد، فشرب المقداد كان قد شرب،
شرب نصيبه ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم، والآن شرب مرة ثالثة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فصار يناول النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يناوله. يقول: فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته. طبعا هنا ننتبه أن الصحابة رضي الله تعالى يحبون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا شبعانا عليه الصلاة والسلام. قال الحين طمنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شبع من شرب اللبن، قد ارتوى. يقول الحين ارتحت. ليش؟ لأنه هو الحين اللي يهمه أنه قد أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا في الخير، اللي هو اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني، فأكون أنا مندرج تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن اطمنت النبي صلى الله عليه وسلم شبع، فهني شو اللي صار؟ ضحك المقداد، ما قدر يمسك نفسه رضي الله تعالى، فضحك المقداد حتى ألقيت إلى الأرض، طاح لي وراه من شدة الضحك رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. قال هذه يعني حركاتك، هو يعني قد يكون معروفا رضي الله تعالى بالمزاح، وعنده يعني مثل المقالب اللطيفة الجميلة. فالحين النبي عليه الصلاة والسلام لما لاحظ المقداد قد ضحك، صارت القضية واضحة، أن أنت قد شربت من نصيبي في الليل وتركت صاحبيك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد. فشوفوا شلون النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه رضي الله تعالى، يعني شوف شلون النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن بعض الناس يعني خاصة غير المسلمين يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما في حزم وشدة وغضب وحرب، لا، حياة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة متكاملة. تجده يمزح مع أصحابه ومع نسائه، وفي وقت الحرب لا، هو يعني الشديد عليه الصلاة والسلام، وفي وقت الصلاة الرقة عند تلاوة القرآن، ومع الأطفال ومع النساء رقيقا ورفيقا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله فيه الكمال البشري، جعل فيه عليه الصلاة والسلام الكمال البشري، فكان يحب المزاح عليه الصلاة والسلام طبعا، غير أنه لا يقول الكذب. فقال: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا، وقال له القصة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه إلا رحمة من الله، ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا؟ إيش ما قلت عشان نقعدهم يستمتعون معانا؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. سبحان الله، يقول: ما أبالي إذا أصبتها، يعني أنت يا رسول الله، وأصبتها معك من أصاب من الناس، يعني يا رسول الله أنا شو اللي يهمني، إذا أنا وياك استمتعنا بهذه النعمة وهذه البركة، إن شنو، إن الأعنز صارت حافلة باللبن، وهذه بركة من الله، يعني لم حين هي ما رأت الصبح. يا رسول الله، أهم شيء إن أنا وياك شربنا، هذول ربعنا كيفهم، هم أخذوا نصيبهم ونايمين مرتاحين، فأهم شيء أنا وياك يا رسول الله. فنستفيد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالضيوف في شدة الفاقة والفقر، وهكذا ينبغي على المسلم أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيوف مع شدة الفقر، والأجر من الله سبحانه وتعالى دائما. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام.